من بعدها يا مرسلي أرجوك سافر في عجل وصلت حياتي وأشواقي إلى الرمز الأصيل البارعي مولى الوفاء والقبيل الشيخ البطل ونعم بقايد بن محمد رمز سودة أبو عقيل شيخ الشهامة والوفاء معروف في كل العزل للقبيلة والمعرفة شامخ على النهج الطويل قصيدة كلمات أبو شامخ محمد صالح البارعي من أهالي قرية شعار الرياشية دمت القصيدة موجهة للشيخ المناضل قايد محمد البارعي من أهالي سودة الرياشية دمت كما يهدي أولاده جميعا وبالخصوص زميله عقيل قايد البارعي يا قنبلة أداء الشعر فايز أبو شمس وشارك أبو عسف العود أبو خليل عبد الفرحان وبالإيقاع عن نجم الفرحان مع تحيات تسجيلات الفايز دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة يقول أبو شامخ على الرحمن في البدعة تاكل ما لي سواها توسلا الواحد الفرد الجليل أدعوه وترجاه يهدينا إلى خير العمل ويصلح الأعمال في الدنيا وفي وقت الرحيل صلوا على ختم الرسل المصطفى طه الأجل محمد المبعوث من قد كلمه جذع النخيل وصل تحياتي وأشواقي إلى الرمز الأصيل البارعي مولى الوفاء والقبيل الشيخ البطل ونعم بقايد بن محمد رمز سودة ذو عقيل شيخ الشهامة والوفاء معروف في كل العزل للقبيلة والمعرفة شامخ على النهج الطويل شيخ الشهامة والوفاء معروف في كل العزل للقبيلة والمعروفة شامخ على النهج الطويل لا قد حضر في مشكلة ما يرتفع إلا بحل في سودها للجود والجودات والطبع الفضيل يا رمز سودة شهرتك علاج من كل العلل نعتز نتشرف بصيتك يا ذو القلب العليل يا رمز سودة شهرتك علاج من كل العلل نعتز نتشرف بصيتك يا دوى القلب العليل وولادك الشجعان لهم تقدير شامخك الجبل أشبال منصوب الأسد ماشي لهم عندي مثيل حميد قايد واخوته بصيتهم مثل العسل اعتز واتشرف بهم واشكر رفيقي والزميل
تأثر بقريتنا شعار وسوده الجنب الجليل وهدي تحياتي كمال سوده عدد من مزنها والشاعر المعروف دي قوله مثيل السلسبيل. شكري والسلام يعلن على بث الدول تقدير مني للجميع والوصف فيكم قليل. وارجوك يا حمدي تبادر في الجواب المكتمل مشتاق لك ولك عدد مهبة الواد الهليل يا شاعر الجمهور يسعدني حروفك حنتصل قولك يريح خاطري والهم من قلبي يزيل. يا أمنية القد يا لا فيكم لمستقبل أمل يا أمنية القد يا لا فيكم لمستقبل أمل وإحنا معاكم من تنار وادعنكم يرجع صاميل وختمها صلوا على المختار ما مزله نزل شفيع كل الخلق نيرانها تشعل شعيل. تواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 771-699-4090 او 711-115-490.